الجامعة العمرية مؤسسة تعليمية تقدم خدماتها في مجال التعليم العالي من خلال فروعها المنتشرة ببعض المحافظات، والتي تكتسب تميزا عن غيرها من بقية الكليات والجامعات والتخصصات. حول فرع الجامعة العمرية بأسوان، أرحب بضيفتي الكريمة داخل الاستوديو، الأستاذة الدكتورة منى محمود عبد المولى، عميد الجامعة العمرية فرع أسوان. أهلا بحضرتك معنا دكتورة، اهلا بحضرتك استاذ شرفتي. بلال، الله يسعدك يا رب. طيب، ندي فكرة للسادة المشاهدين عن الجامعة العمرية. طبعا هي لها أفرع متعددة في بعض المحافظات، ولها محافظة أسوان يعني حظيت بأن منذ بيها فترة فرع مبكرة طبعا. طيب، كان بها فرع. تفضل. هي الجامعة العمرية طبعا منشأة بقرار جمهوري، جامعة معتمدة ليها 11 فرع. الفرع الرئيسي موجود في القاهرة في الدراسة، وعندنا كمان فرع في مدينة نصر، وعلى مستوى المحافظات في 11 فرع متوزع. طبعا فرع أسوان من حظ محافظة أسوان إن موجود فيها فرع للجامعة العمرية بيخدم كل المحافظات اللي حوالينا. يعني أنا بخدم أسيوط، بخدم سوهاج، هنا البحر الأحمر، حلايب وشلاتين، كل دول الجامعة العمرية بتخدمهم. طيب، نتكلم عن طبيعة الدراسة داخل الجامعة العمرية وكيفية إعداد الخريجين يعني اللي سبق لهم الالتحاق بها. تمام. بداية الجامعة العمرية بتتكون من، يعني لو جينا اتكلمنا على الدراسة كشعب، يعني أنا عندي شعبتين في فرع أسوان. لو على فرع أسوان عندي شعبتين، شعبة تكنولوجيا وشعبة علاقات صناعية. شعبة التنمية التكنولوجية دي بتاخد طلاب الخريجي الدبلومات الفنية الصناعية فقط، أما شعبة العلاقات الصناعية بتاخد من الدبلومات التجارية الزراعية الفندقية. عندي كمان شعبة فندقة موجودة طبعا في الفرع الرئيسي في القاهرة في مدينة نصر. بالنسبة لفرع أسوان الدراسة فيها سنتين، والجامعة معتمدة، بمعنى ان انا الطالب بيدخل لي عن طريق التنسيق. مكتب التنسيق. انا ما بقى الطالب في الجامعة العملية ما بيقدمش ملف بتاعه ورقي، بيقدمه عن طريق التنسيق، ترشيح مكتب التنسيق لفرع الجامعة. الطالب اللي هو طلاب الدبلومات الفنية كلهم بيترشحوا حسب المجاميع بتاعتهم، بيدخل على ورقة الترشيح بتاعته، بيكتب بيملى الرغبات بتاعته حسب المجموع بتاعه، بيتم ترشيحه للجامعة العمرية أي فرع. يعني ممكن مجموع درجاته يجيبه فرع اسكندرية، وعايز قسم معين مش مقر. لو لا، هو القسم المعين احنا اتفقنا خلاص ان هو يلتحق الأول بالجامعة بعدين يتم تخصيصه. لا يا فندم، هو أنا خريجي مدارس صناعية، دبلوم صنايع، يبقى انا داخل على شعبه معينه، شعبه التنميه التكنولوجيه. انا خريج مدارس تجاريه، دبلوم تجاره، يبقى انا داخل على شعبه علاقات، يعني هو متخصص على حسب تخصصه في الدبلوم. وانا دي ماليش سلطه فيها، لان التنسيق هو اللي بيجيب. يعني التنسيق بيختار الطالب على طول، هو وفقا لدراسته في الدبلوم بيدخل على القسم بتاعه. وفقا لدرجاته الترشيح بيتم عن طريق مكتب التنسيق، زيه زي طالب الثانويه العامه بالظبط. يعني الجامعة القبول فيها قاصر على طلبة الدبلومات فقط، ولا تقبل طلبة الثانوية العامة. لا تقبل طلبة الثانوية حتى هذه اللحظة. طب ما يميز خريج الجامعة العمالية؟ خريج الجامعة العمالية بيخرج على سوق العمل على طول. أنا عندي الطالب، يعني خلينا في مرحلة السنتين اللي احنا حاليا عليها، أنا بهيئه إن هو يدخل لي يكمل تعليمه ويلتحق بالجامعة. بمعنى هو بياخد عندي سنتين دبلوم فوق المتوسط، سواء كانت تنميه تكنولوجيه او سواء علاقات صناعيه. بيعمل الطالب عند معادله، المعادله دي بينجح فيها بيدخل يترشح مره تانية، يدخل مثلا يكمل بقى. يعني الجامعه العمليه بتديله انطلاقه للتعليم الجامعي مره اخرى. هو في الدبلوم خلاص وقف على كده، لا، يدخل في الجامعه العمليه ومنها بينطلق. طب نقول تتبع اي جهه الجامعه العمليه؟ التبعيه للاتحاد العام لعمال مصر.
لكن تحت اشراف طبعا تحت اشراف وزارة التعليم العالي. الطالب انا قلت لحضرتك الطالب بينسق عن طريق التعليم مكتب التنسيق. مكتب التنسيق تابع لوزارة التعليم العالي، يعني الشهاده بتاعت خريج الطالب الجامعه العمريه شهاده معتمده من وزاره التعليم العالي وختم التعليم العالي. الطالب نتيجته كل اشياء بتيجي عندي من التعليم العالي. طيب هنا يعني هل نستطيع ان نقول لهذه الجامعه يعني كيف توفر خدمه يعني تقف جنبا لجنب مع المعاهد المتوسطه والجامعات الاخرى لفتح مجال التدريس بمصروفات يعني قد أقل. تكون أقل. هي طبعا معروف ان الجامعه العماليه مصروفاتها من اقل الجامعات، هي يعني بتتيح لكل الطبقات ان هي تلتحق بها، خصوصا ان المصروفات الطالب بيقدر يدفعها على ترمين، ترم اول وترم ثاني، دي مش متوفره في اغلب الجامعات خصوصا الجامعات الخاصه. فتعتبر الجامعه العماليه فرصه رائعه لاي طالب حابب ان هو يكمل دراساته بعد كده او يكمل التعليم الجامعي، هي حلقه وصل حتى هذه اللحظه. يعني ممكن يكون يعني دون اعباء، يعني ممكن يكون في معاهد خاصه سنتين ممكن يتكلفوا اكثر. يعني المصطلح الدارج ان الجامعه العماليه جمعت فعلا الطبقات كلها، يعني الطبقه المتوسطه وكمان اقل من المتوسطه، لان تقريبا كل الناس تقدر ان هي تدفع المصروفات بتاعتها، مش غاليه. طيب كلمينا دكتوره منى عن الهيكل الاداري في الجامعه والاستاف وفريق العمل الخاص. احنا طبعا عندنا مقسم لشق اداري وشق اكاديمي. الشق الاكاديمي اللي هو خاص باعضاء هيئه التدريس بالاستاف الكامل اللي عندنا، احنا بنستقطب افضل اعضاء هيئه التدريس بيبقوا موجودين عندنا غير طيب الاستاف. يعني احنا في عندنا مجموعه من الصور الاستاذ الزميل الاستاذ منتصر نقف عنده كل صور كده تشرح لنا دي القصه. يعني ده عندنا في معمل الحاسب الالي اللي المهندس سامح هو اللي بيدي الطلاب، مهندس متخصص في الحاسب الالي، بيبتدي بقى يدرس للطلاب، وكل طالب زي ما حضرتك شايف ان هو بيتعلم وبيمشي مع كل طالب واحده واحده وبمتابعتي. يعني انا برضو بتابع ماده الحاسب الالي دي للشعبتين للقسمين للشعبتين. يعني في مواد بتبقى مشتركه بين في الحاسب الالي ده ترم بياخدوا علاقات وترم ثاني بياخدوا تكنولوجيا، دي طبعا الورش. ده استاذ عيد مدرب الورش برضو، يعني لو جينا اتكلمنا عن الورش انا عندي مدربين برضو على اعلى مستوى، لاني عندي اجهزه وعندي تجهيزات عاليه، يعني والطالب بيطلع منها فعلا لسوق العمل مباشره بيتعلم. دي ورشه ايه مثلا؟ دي الورش اللي هي خاصه بشعب التكنولوجيا. استاذ عيد واستاذ ذهب هم اللي خاصين بيها وباخدين اعلى تدريبات. طيب وطبعا زي ما حضرتك شايف الطلاب كله ملتزم بالزي بتاعه. طبعا زي التدريب زي لازم الماده التدريب. انا طبعا. طب في هنا امكانيه الانتاج، يعني الورش دي بتبقى يعني تستغل وتستفيد تدريب وتدريس وفي منتج ممكن يستفيد يعني. والله هي يعني حتى هذه اللحظه ما فيش احنا كله تعليم، يعني كله بندرب الطلاب كناحيه تدريبيه، لكن ممكن يكون مستقبلا يبقى الفكر بتاع القيادات ان احنا نستفيد بقى من الورش دي، لان فعلا انا عندي خامات وعندي اجهزه وعندي معدات يعني ممكن نستغلها في سوق العمل، بتبقى يعني بافكار حلوه وفي افكار موجوده. طيب بمناسبه سوق العمل بقى، يعني برضو انتم كجامعه ليكم شراكات مع الجهات الخارجيه، يعني هل التدريب قاصر فقط على الورش الداخليه داخل أروقة الجامعة ولا ممكن ينتقلوا إلى مصانع برا إلى شركات برا؟ الطلبة ممكن ينتقلوا إلى مصانع، بس أنا حاليا في الفترة الحالية الطلاب عندي أنا بدربهم داخليا الأول على الورش على المعامل. يعني لو حضرتك تنقلت في الصور هتلاقي الطلبة داخلين الورش الخاصة بالتنمية التكنولوجية، نرجع تاني هتلاقيهم داخلين على ده برضو في الورش حضرتك، لو في تاني اللي هي بتاعه الكهرباء، يعني كل ماده او كل وحده ليها المعمل الخاص بيها وليها الورشه اللي بيتدرب فيها الطالب داخل الجامعه. في الفترات السابقه كان بيطلع الطالب لمراكز التدريب وبيطلع للمصانع، يعني في لينك ما بينهم. دي قاعات محاضرات نظريه بتبقى بس ولا ورش داخل ورش؟ دي معمل الكهرباء. المعمل الكهرباء بيدخل الطالب فيه وبياخد كل حاجه عمل. هو طبعا طالما هو طالع جاي من دراسات فنيه بمعنى اصح
لابد ان تكون الدراسه نظريه مع عمليه، هو مرتبط يعني انا طالب خريج المدارس الصناعيه عارف يعني ايه ورش، عارف يعني ايه معدات، عارف يعني ايه كهرباء، عارف ازاي يعمل دايره دي كهربائيه. صورة إيه بعد دي برضو في نفس الورشه استاذ محمد دهب برضو بيدرب الطلاب، لان احنا بتتقسم الطلاب لمجموعات، ده معمل ده نخلص لعمل الحاسب. لا الصوره اللي قبلها بعد اللي كانت قبلها الصورة اللي قبلها دي اخبرنا كده يا ريت. الورش الورش بي 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 بيدربهم على آلة معينة، ممكن تكون آلة التجليف انا مش شايفاها. برضو متخصص الطالب يعرف ايه مكوناتها، ازاي بتشتغل، في اجزاء حاجات معينة ممكن يصنعوا مسامير، ممكن يصنعوا اللي هي التروس، الحاجات دي كلها بتصنع عندنا. طيب في جانب مهم جدا دكتورة منى يعني، وهو جانب الأنشطة، وده بتهتم به يعني المدارس والجامعات بصفة عامة. طبيعي أكيد أنتم لكم اهتمامكم يعني لكم الاهتمام الكبير بهذا الجانب طبعا، ودي حاجة من الحاجات اللي حرصت عليها القيادات في الجامعة العمالية بصفة عامة، الأنشطة الطلابية. طبعا عندنا أنشطة رياضية، أنشطة فنية، أنشطة أدبية، عند الطلاب يمتلكوا مواهب أكتر من رائعة. يعني لو جينا هنا مثلا ده من الأنشطة الرياضية، أو في منهم طلاب حصلوا على جوائز، في عندي طالبات حصلوا على المركز الثالث هم على مستوى الجمهورية في الكرة الطايرة، وبرضو اتكرموا، دي حاجة برضو إضافة حلوة للفرع. الصورة دي كانت في القاهرة تقريبا ولا هنا في أسوان؟ حصلوا على المركز الثالث. طيب هنا انتوا يعني احنا الطالب الجامعي بيمارس كل حقوقه التي يكفلها له التعليم الجامعي، أنشطة طلابية، تدريب، تعليم على أعلى مستوى، كل الحاجات دي متوفرة في فروع الجامعة العمالية كلها. في مشاركة بينكم أولا وبين الأفرع الأخرى في تبادل زيارات مثلا، أو تبادل زيارات مع جهات مؤسسات تعليمية أخرى، في دخول في مسابقات مع مؤسسات تعليمية أخرى؟ هي بتبقى المسابقات اللي هي في إطار المحافظة، اللي هي المسابقات الرياضية، يعني زي المحافظات الحدودية مع المعاهد المتوسطة اشتركوا فيها الطلاب، وهكذا يعني الحاجات اللي هي خاصة الرياضية حسب يعني. لا بتدخل في مسابقات مع نظرائكم من المؤسسات التعليمية الأخرى بالزبط. يعني أنا عندي في معهد فن تجاري، معهد فن صناعي، وفي معهد فن تمريض، وفي معهد على نفس الدرجة سنتين يعني بالظبط، بندخل مع بعض بقى في تنافسات اللي هي بتبقى اغلبها الانشطه الرياضيه. نتكلم عن جزئيه مهمه جدا وهو خدمه المجتمع برضو، يعني اي مؤسسه تعليميه بيكون لها دور مهم جدا في التواصل مع المجتمع المحلي الذي تقع فيه. يعني الصوره اللي حضرتك الظاهره دي اللي هي الهويه البصريه، احنا يعني عندي زي ما قلت لحضرتك عندي طلاب موهوبين، دي رسومات الطلاب عندي. احنا رسمناها كجداريه داخل الفرع عندي، حاولنا برضو ان احنا يعني تواصلت مع احد المسؤولين على اساس ان ناخد جزء او جدار طلاب الجامعه العماليه يعملوه مثلا في المحافظه في اي جزء من في اي ميدان في اي شيء، بس للاسف يعني ما توفقتش فيها، يعني حاولت ان انا اتواصل فيها. طلابي عملوها بقى في الفرع، يعني في الادوار اللي عندي عملوا الرسومات دي بايديهم، يعني بصراحه ابدعوا فيها. غير بقى انه عملوا عملية تجميل للفرع كله، ابتدوا بقى يعملوا رسومات في الادوار، كل دور مثلا الحاسب الالي نفس الرسومات بتاعت الحاسب الالي، القاعات اللي عملوا زي رسومات الطلبة تتصور عندها كده، يعني بصراحة متميزين. لا متميزين، وعندي لانه دول خريج المدارس الفنية يعني اغلب الطلبه اللي رسموا خريج المدارس الفنيه. انتوا بتستفيدوا من التخصصات، ما انت ممكن يعني المدارس الفنيه في عمل الجداريات طبعًا والرسومات طبعًا. كهرباء برضه لو في شغل كهرباء محتاجينه برضه في المبنى. يعني هو الجميل في طلابي ان انا عندي خريج مثلا الصنايع قسم ما انتوا متفوقين بقى، انتوا متفوقين في على مستوى الدبلومات، هم المتميزين. يعني مش شرط ان هم الدبلومات فنيه ان هم يبقى مستواهم اقل، لا هم المتميزين، ولازم انا كمسؤول اكتشف التميز ده، وفعلا احنا بنكتشفه وبنستفيد بيه كمان. طب خطتكم المستقبليه يعني، هل انا يعني هو الجامعه حاليا رسومات كنت انا مع طلابي وهم بيرسموا الجداريه دي، برضو من الحاجات الجميله يعني الدعم ليهم كمان.
والله انا خطتي اللي انا بطمح ليها ان احنا نتبنى الطلاب الموهوبين. يعني خساره فعلا ان يكون عندنا طلاب بالعقليه دي وبالدقه دي وانا كمحافظه ما استفدتش بيها. يعني انا عندي دي الجداريه برضو اللي هي ظاهره بعد ما اكتملت، ده مجموعه فريق العمل اللي هو قام بيها. يعني على سبيل المثال انا عندي بعض الطلاب اشتغلوا في لوحات الطاقه الشمسيه وابتدوا يشغلوها، انا عملت لهم حفل تكريم وفعلا الطالب اللي اخترع اللوحات الشمسيه دي صمم يعني صممها صممها وجاب الادوات بتاعتها صمم خليه من خليه كامله وابتدى يشغلها هو وتقريبا اتنين تانيين تم استقطابه في شركه من شركات الطاقه الشمسيه. يعني انا عايزه اقول لحضرتك ان عندنا مواهب، اكتشاف المواهب دي بقى يعني احنا لازم ندور عليها. ندور عليها ازاي؟ ان احنا مثلا يعني نطمح ان يكون مثلا في مركز كامل سواء كان ملحق بالجامعه سواء كان ملحق بالمحافظه لتبني الموهوبين. انا اتبنى الموهوبين من كل يعني المعهد الفني التجاري، المعهد الفني الصناعي، الجامعه العماليه، جامعه اسوان، هنكون فريق عمل كامل يخدم المحافظه. تمام، هذه يعني فكرة جديرة بالاحترام وجديرة بالدراسة للاستفادة من هذه الطاقات البشرية الواعدة والموهوبة في الوقت نفسه. فاصل ثم نعود لنواصل الحديث حول الجامعة العمالية فرع أسوان بين الواقع والمأمول. مشاهدين لنواصل الحديث داخل الاستوديو مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة منى محمود عبد المولى عميدة الجامعة العمالية بفرع أسوان. دكتورة منى، قبل الفاصل كنت بتشيري جزئية في غاية الأهمية، أنت عندك مجموعة موهوبين لا تخلو كلية من أيضا موهوبين، يمكن في الجامعات مثلا زي جامعة أسوان أو بعض جامعات أخرى تكون فيها مراكز خاصة ب تنمية يعني لا فكرة حضرتك ان يكون في مركز يجمع بين كل هؤلاء كل المعاهد اللي لان كل واحد متميز في شق. هتلاقي المتميز في الناحيه الفنيه، هتلاقي المتميز في الشعر مثلا، هتلاقي المتميز في الـ في الـ في الـ في الصناعات.
يعني انا من ضمن الورش عندي تحف فنيه الطلبه عاملينها بالحديد عن طريق الاجهزه، اشكال رائعه يعني، لدرجه ان انا اول ما مسكت قلت لهم لا احنا نعمل زي صندوق ازاز ونحط التحف دي للعرض، لان فعلا جهد يا ريت يطلع للنور. الطلبه متميزه وعندي الامكانيات. غير كده يعني بقى احنا مع باقي المراكز التعليميه الموجوده في محافظه اسوان نعمل مركز كبير ونشارك بطلابنا. غير كده ممكن تستفيدوا ان انتاج بقى هنا، انا ممكن بالضبط. يعني لو في منتج معين عملوه، فكره معينه عملوها، ممكن ننتجها بكميات ونسوقها وهنوفر، وفي نفس الوقت هيبقى في دعم خارجي ودعم داخلي، وهيدي تشجيع للطلبه كمان. انت حضرتك برضو كجامعه عمليه المواهب دي بتكرموهم، يعني زي بتكرموهم وتحفزوهم معنويا بقى. احنا بنبحث عنهم، يعني انا كل سنه بين طلابي سنه اولى او ثانيه بنبحث عن الطلبه دي ونبرزهم، وخصوصا ان في عندي فعلا زي ما قلت لحضرتك في طلاب متميزين رياضيا، في طلاب متميزين فنيا، عندي كمان اصوات جميله، يعني في بعض الطلبه اصواتهم رائعه في الانشطه، لا يعني متميزين حقيقي يعني. نرجع يعني نتكلم عن الشق العلمي برضه ثاني، حتى لا يظن الظن ان انكم مجرد ورش فقط، يعني في معامل خاصه بال في معامل في عندي معمل فيزياء والكيمياء معمل فيزياء ومعمل كيمياء ومعمل كهرباء، وعندي معمل حاسب آلي، عندي معامل التشغيل والتشكيل موجودة في الورش. الطالب بيدخل المعمل بيستفيد بكل الموجود فيه، أهم حاجة الطالب يدرس عمل. طيب مسألة التعليم الإلكتروني بقى، أين أنتم من هذا الجانب على وجه الخصوص؟ أكيد أنا داخل معاكم في مناهج التعليمية. إحنا التعليم الإلكتروني، أنا الطالب بيحصل على النتيجة بتاعته عن طريق المنصة، أنا عندي منصة التعليم الإلكتروني طبعا بفضل السادة المتخصصين والمختصين في الفرع الرئيسي، عملوا فعلا موقع أكثر من رائع. يعني أنا كنت بره تقريبا بنسبة 98% زي اللي كان شغال بره بالظبط. الطالب بياخد منه النتيجة بتاعته، الطالب بياخد منه محاضراته، نازل عليه الكتب، نازل عليه لو أي فيه تحديدات، كل الخدمات اللي حضرتك تتخيلها موجودة على الموقع ده، وكل فترة السادة المختصين بيطوروا منه. يعني الطالب عندي بياخد خدمة إلكترونية، حتى الـ لو حب ياخد بيان مصروفات، لو حب ياخد أي حاجة، كل حاجة دي بتبقى إلكترونية بيسحبها. الاخلاءات برضو الكترونيه، اللي احنا مواكبين للعمليه الالكترونيه وبالفعل يعني يعني مفعله، يعني مفعلة، لان ممكن يكون عندك طلب انت من محافظات بعيده، ما انا عندي طبعا عايز مستخرج، عايز بيان، عايز انا بخدم البحر الاحمر، بخدم انا بخدم سوهاج، بخدم حلايب وشلاتين، بخدم يعني كل الاطار اللي حوالين محافظه اسوان بيخدمني. لكن الدراسه المهمه جدا الحضور بقى، ما بقولكش انا هو الحضور ذاكر اونلاين من البيت، لا 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 لانها عمليه الى المقام الاول. لا ليه؟ لاني انا عندي مثلا المواد التجارية المحاسبة لازم الطالب يدخل ويشوف المسائل والدكتور بيحلها ازاي، نفس القصة في المعامل الكيمياء لازم يشوف ازاي بتتحضر، ازاي بتشتغل، يعني الحاجات العملية اكتر من الحاجات النظرية. يعني شعبة علاقات صناعية الجانب النظري فيها علاقات اجتماعية، علاقات صناعية، علاقات صناعية. شعبة العلاقات الصناعية دي يعني الجانب النظري فيها أكتر، لكن التنمية التكنولوجية لا، لازم الطالب يدخل الورشة، لازم الطالب يدخل المعمل. طيب دكتورة منى، عايزين نتكلم عن شخصية يعني اهتمام الجامعات عموما والتعليم ما بعد التعليم الأساسي، يعني والتعليم الجامعي ما أصح، كيف يعمل على تنمية شخصية المنتج بتاعنا من خلال استخدام اساليب متطوره وحديثه جدا، وما يكونش العلاقه علاقه يعني الطالب بالمدرسه او بالجامعه او بالمؤسسه بمعنى صح؟ التعليم القبل الجامعي. انا رايح عشان اخذ شهاده واروح. بالظبط. يعني احنا في الفتره السابقه خلاص انتهت علاقتنا بكلياتنا، خدت الشهاده وخلاص على كده. يمكن انا الحكايه دي انا عملتها بالفعل بين طلابي. عملت ايه بقى؟ ان انا دايما في محاضرات عملت لهم مجموعه ندوات، يعني حضرتك تعرف الصندوق اللي هو تنميه المجتمعات.
لو كان الصندوق الاجتماعي زمان. ده صندوق طلاب تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. بالظبط. ده استضفناه اكتر من مرة، وطلابنا راحوا عندهم شافوا بقى المشروعات الصغيرة ازاي بتتعمل، مجموعة الشنط، مجموعة يعني لفوا على المنتجات دي لغايه عندهم. جبنا لهم الندوات عن مثلا رياده الاعمال، يعني احنا بنحاول نفتح لهم مجالات ان هم يفكروا خارج الصندوق. يعني انا مش عايزه الطالب يطلع حافظ، لا، انت وفي مكانك خطط. بقول لهم كده تقلوا السي في بتاعكم. هيتقلوا ازاي؟ خد خبرات، خد دورات، خد اشترك في ندوات الاونلاين دلوقتي مجانا، كل ده بيدعمك. لازم تفكر خارج الصندوق. خلاص العصر اللي هو يقول ان انا اخد الشهاده بتاعتي وادور على شغل، لا لسه هاخد الشهاده وبعدين ابدا ادور على شغل. صغيرنا سبقنا من في عصر الشباب اللي هو بيفكر خارج الصندوق. لازم احنا خطوات سريعه. يعني في طلبه بيشتغلوا، طلبه بيشتغلوا وهم طلبه كتير. انا عندي مجموعه ثلاث، يعني اقول لحضرتك ايه، حوالي 40% من الطلبه بتمارس الاعمال بتاعتها بالفعل وعندها مشروعات. وعندها مشروع. هو يعني ليس بالضروره انه يبحث عن، يعني قد يعني يبحث عن الدخل المادي بقدر ما يبحث على انه يرسخ اقدامه في سوق العمل. كفكره بدائيه. انا عايزه انمي عنده ازاي يفكر، ازاي يخرج من عباءه التعليم التقليدي. لا، انت اتعلم بشكل مختلف. التعلم الذاتي منتشر، يعني شوف انت محتاج تقوي نفسك في ايه. محتاج تضيف لنفسك ايه، واشتغل على نفسك. ودي جزئية مهمة دكتورة منى، ألا يقف يعني حدود معرفته على المحتوى الدراسي فقط. بالضبط. لا، أنا لازم أنمي شخصيتي بالتوسع أكثر وأكثر. دلوقتي المجالات التوسع. بالضبط. أنا يعني في ندوات اتعملت لريادة الأعمال، في ندوات اتعملت تبع الخاصة بالطاقة الشمسية، في ندوات اتعملت تبع صندوق تنمية المجتمعات الصغيرة. كل ده بيفتح ليك مجالات. وفعلا إحنا في خلال الندوات اكتشفنا ان قصص كتير من طلابي، لا انا اشتغلت في الجزئيه الفلانيه، انا فشلت يا دكتوره في دي، بس انا دي ما ادتنيش، ادتني حافز اتعلم. انا عملت، لا يعني اكتشفت فعلا ان انا عندي طلاب متميزين. اهميه تسليط الضوء على هذه النماذج للطلبه، يعني انت عندك طلبه مثلا اشتغلوا في الطاقه الشمسيه، بتستدعيهم ممكن في شوفوا يا قد زميلكم او زميلتكم اشتغل في الحته الفلانيه، وده اشتغل في الحته الفلانيه، ده اشتغل في الحته. يعني انا اقول لحضرتك على حاجه. عندي طالب من ضمن الطلاب، يعني هو يسامحني انا مش متذكره اسمه، بس عمل ايه الطالب ده؟ عمل مشروع ازاي اقلل زيت التوربينات في السد العالي. وفعلا انا وجهت الطالب ده للجهه المختصه وقلت له قبلها سجل، لان ده يعتبر يعني براءه اختراع ليك. سجل قبل ما تتكلم، لان فعلا المشروع ده لو تم هيقلل لنا مثلا استهلاكنا في زيت التوربينات الموجوده في السد العالي. الطالب اللي هو الخاص بالخلايا الشمسيه عمل لوحده المشروع بتاعه، وهكذا. عندي طلاب عاملين مشاريع نجاره، عندي طلاب حداده. في السنه الثانيه لازم اعمل مشروع تخرج زي كليه الهندسه مثلا؟ لا، ليه مشروع تخرج بيمتحن فيه، دي ماده عندي كامله، ماده ماده اسمها ماده المشروع، بيمتحن فيها وبيجي استاذ دكتور من كليه هندسه بيمتحنه مع مشرف الشعبه مع المهندس المختص. يعني وممكن يعمل ماكيت صغير كده او نموذج، بيعملوا ماكيت، بيعملوه يعني ايا كان المشروع اللي هو بيتحدد لهم من قبل الشعبه ومن عميد الشعبه، بيبتدوا ان هم يشتغلوا. بس دايما بتبقى المشاريع بتفيد الفرع. يعني دايما بتشوف الامكانيات احتياجات المكان ايه مثلا وتبقى موجوده. لا، علشان الطالب يحس بالانتماء. انا عملت حاجه، مش حاجه بتاخد وترمي في المخزن وخلاص. لا، انا مش عايزه الفكر ده. انا عايزه لا حاجه يستفيد بيها طول الوقت، هو شايف انا فعلا انا ساهمت في المعمل ده، احنا عملنا الجزئيه دي. فدايما الطالب يحس بالانتماء، واللي جاي جديد شايف ان ده، وشايف ان زمايله عملوا المشروع ده يتحفز اكتر، يبتدي يفكر في مشروع اكتر. زي ما قلت لحضرتك، احنا عايزين ننمي جيل بيفكر بشكل مختلف، مش زي الاجيال اللي قبل كده. لا، يختلف يعني خارج الصندوق خالص، يطرح فكره ممكن تبدو انها مش هتتحقق، لكن هي ممكن تتحقق بايه؟ بالصبر وبالعمل. طيب، جزئية مهمة جدا يا دكتورة، يعني دائما احنا مشكلتنا في التعليم الفني، لا حتى هذه اللحظة
لم ندرك قيمة التعليم الفني. يعني بدأنا شوية نطور مؤخرا. مؤخرا. زمان دبلوم مثلا يقول لك أكل ونوم يسوي دبلوم، وبعدين دبلوم ده بينظر إلى نظرة خلاص إنه ما لا يفقه شيء. متبنيه. عايزين ننقل هذه الرسالة للطلبة في المدارس الفنية، خاصة اللي بيدخل سنة أولى دبلوم ده، نقول له تعالى أنت مجالك ممكن تكمل في كذا، تكمل في كذا، ممكن زمايلك قبل منك كانوا في نفس المدرسة دي وصلوا مرحلة كذا وعملوا كذا وكذا هنا. هي الجزئية دي محتاجة بقى تعاون ما بين التعليم اللي قبل الجامعي وما بين التعليم الجامعي. يعني بمعنى ان اساتذتنا في التعليم القبل الجامعي يحفزوا الطلبه عن طريق يعملوا ندوات، يعملوا رحلات، مشروعات، يعني ياخدوا وفد لعندهم. الطالب يعني الطالب يعني ماده خام كويسه جدا، انا اللي بشكلها، المعلم هو اللي بيشكلها. انا لما احفزه، لما اعمل له دورات، لما اخده زياره لجامعه مثلا للجامعه العماليه، اخده زياره لجامعه اسوان، اخده زياره معهد فني، المعاهد او الكليات اللي هو يلتحق بيها، ده انا بديله تحفيز. انت شد حيلك وهتنجح وهتجيب تقدير، وخلي اللي يستقبلوه هناك زمايله اللي هم نفس الاشام. اعمل لينك التعلم بالاقران، اعمل لينك، اجيب الطلبه اللي دخلت تعالوا ادوا دوره او نشاط، اعملوا نشاط او احكوا تجربتكم لزمايلكم بالظبط. اعمل تكريم ليهم، تعالوا عندي طالب فلان وفلان دخلوا كليه، دخلوا معهد، دخلوا كليه، تعالوا اشرحوا لزمايلكم انتوا عملتوا ايه. ده مهم جدا، بيدي تحفيز للطالب. هيروح الطالب هيبتدي ايه فعلا حاطط قدامه هدف. مشكلة طلابنا ايه؟ ان الطالب ما عندوش طموح. ليه ما عندوش طموح؟ عشان البيئة اللي حواليه مش بتشجع. وكمان بالإضافة لوعي المدرسة وثقافات قديمة، ثقافات قديمة ما تغيرتش نفسها. لازم الأسرة تدعم. مش معنى ان ابني دخل دبلوم او دخل التعليم الفني ان هو فاشل، لا، ممكن يكون حصل عنده دروب هو اللي خلاه ما يدخلش ثانوي. مش الثانوي مش اول ولا اخر مراحل التعليم الفني. ده بالعكس، ده هيشيل هم كبير. انا مش تفرق معايا ابني دخل ثانوي ودخل دبلوم، مش قضيه عنده، هينجح، هيكمل طريقه. الطالب يتميز، احنا ده اللي بندور عليه. احنا بنشكرك شكرا جزيلا استاذ الدكتور منى محمود عبد المولى، عميد الجامعه العماليه فرع اسوان، ونتمنى لكم المزيد من التوفيق والازدهار دائما ان شاء الله. شكرا لحضرتك. بشكر حضرتك ومستني جدا على اللقاء. شكرا لحضرتك. الشكر موصول لكم انتم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وامل ان تكونوا قد افدتم بكل ما قدمناه لحضراتكم من فقرات حلقه هذه الليله. شكرا لكم مره اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.